وين وصل في مأرب، وين وصل، وصل قازلج. عندكم راعين على دي دولة ومع باقي الأطراف مكتب هذه المركز الثقافي هذا اللي فعلوه معرض الكتاب، ما بوش مأرب لا معرض الكتاب وخلاص كملوا بالليم. لنا 10 سنين واحنا نقول للإصلاحيين الأوضاع تتغير، بيجي بايدن بيشوتكم راس بنان. نقلوا السلاح كله لا شقرة، يحرروا شقرة ويحرروا شبوة ويحرروا أبين على أساس إنه أبين وشقرة مع جلعاد شاليط. وأمس لما سقط كوفل قالوا أصلا نعم ما مش معانا سلاح ولا في ذخيرة، السعودية تكرهني إحنا وتحارب إحنا وما شتر ندي لنا سلاح. هو قال قالوا كله لا 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 شبوة. على من تضحكوا؟ شوف لحظة أنا بعلق لهم واحد اسمه أبو جود. شوف قارن تعليقة الناس الآن وتعليقاتهم عليك قبل 4 سنوات، قارن بينهما وستكتشف فين الخلل. الخلل فيك يا عم جلال، الخلل بين أنا أدور لأبو جود هذا وطن. أبو جود هذا مثال لحمار وطني، يعني مع احترامي لللفظ، رجل لا يميز إن في متغيرات قبل 4 سنوات ما هيش اليوم. بعض واحد حمار حمار، هذا ما يستخدموش، ما يفكر بوش. من 4 سنوات كان معك 20 محافظة، 4 سنوات كان معك 20 محافظة، اليوم معك طربال بتعز، مصمم توقع غبي ليش؟ مصمم توقع بلد ليش؟ قبل 4 سنوات معك 20 محافظة ومعك موانئ ومعك مطارات ومعك جوازات ومعك ما معك شيء الحين. تجلس على منتا قبل 4 سنوات ليش؟ غبي، ما تفهمش، ما تحسش، ما تفكرش، ما تشوفش المتغيرات. أبو أسيل هذا أبو أسيل اليوسفي، أبو أسيل أسيل والله ما هو داري معنى أسيل أسيل طلع أبو أسيل اليوسفي. خلني بس بعد أبو وجود. هذا مدري بس مدري ليش بيت اليوسفي حلوين بس الله هذا القصعة مدري ماله. أسيل يلا أسيل يلا أسيل، كيف تسيل؟ يا أبو جود افهم افهم، تقولوا ده الضحية، من الضحية؟ مصمم توقع حمار انت، كيف تقول ده الضحية؟ لمن تطبل انت؟ لأي نظام تطبل؟ لأي جماعة؟ أتي الجسم مصمم انك تكون اخواني واصل اكلك خرا، اكلت خرا خرا، اكلت خرا مع ابوش بلاد. تصمم تجلس على منتا قبل 4 سنين ليش؟ مو الحكم اللي عليك؟ ناس ما تعقلوش، قبل 4 سنين كان بو مشهد وموقف ثاني، بعد 4 سنين في مشهد ثاني، تتغير تتغير تتبدل. نقوم أصحاب الفندق، يجيش يحب الحزمي قبل 4 سنين. ما فيش يعمل للعقل خالص. قبل 4 سنين كان الدب البترول ب4000، الآن ب19. شغله، اعطى عقلك مساحة من التفكير. قبل 4 سنين عاد الحوثي ليحارب على مشارف إب، بعدين قاوا بارب عند معرض الكتاب. قلت يقلد الضحية، أي ضحية؟ من اللي يقلد غير الوزراء والحكام وقادة العسكريين وقادة المناطق وتجار الحروب؟ من اللي يقلد؟ من فين تدو الخبر هذا يا خبرة؟ الله سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم، الله عز وجل خلقك في أحسن تقويم وميزك عن الدواب وعن الحيوانات وعن الدجان وعن الضفادع وعن التماسيح من أجل تشتغل تفكر تعمر الدنيا هذه، وانت جالس لك ماسك لك
على قبل 4 سنين. أبو أسيل دور من يركبك، ما يريب أمك. ما يسألش نفسه كم انت داري، معك احصائيه للاطفال الذي تم اغتصابهم من قبل 4 سنين لليوم بتعز؟ معك احصائيه كم بنات اغتصبوهن وقتلوهن رجموهن بالشوارع بس بتعز واحده؟ معك احصائيه؟ معك احصائيه للذي العسكر الذي قاتلوا بالجبهات وتركتهم الشرعيه وتركهم التحالف حتى ما عالجوهمش؟ معك إحصائية كم عدد النازحين الذي خرجوا من اليمن وما قدروا يرجعوا؟ معك إحصائية العدد العالقات الذي حرق حقهن الشراشف بالهند وبمصر وبالأردن وبكل محل ما حصلش طيارة يرجعنهن؟ معك إحصائية كم عدد المومسات اليمنيات من ثورة 2011 لليوم بكل الدول العربية؟ معك إحصائية كم عدد اللاجئين في الصومال، اليمنيين اللاجئين في الصومال؟ معك إحصائية كم فاتحين كلب بأثيوبيا وبجيبوتي لليمنيين مراكز اللجوء؟ ما معكش، ما تستخدموش يا أبو وجود، ما تستخدموش. تسلموا لكم على غير الضيف. الوزيري هذا من حق، هذا حوثيم، هذا ابن يريح حوثيم بيت الوزير. انا يلا مثلا خلي غادي فرسان نخرج القمامة اللي معنا. عبد الحليم التميمي. جلال الصلاحي كان من أكبر الداعمين للثورة إعلاميا. مواقفك وماديا، نتمنى لا تتغير مواقفك نكاية بجماعة أو حزب. معابش بلاد يا تميمي، معابش دولة، أنت اللي تفهم، أنت اللي مركز مولي تقول من تدعم. معاكم في الجنوب حق الجنوبيين، انسوا حاجة اسمها الجنوب، الجنوب حق الجنوبيين بس. ضيعت السروال حقك طالع بصنعاء وبإب وذمار وبيريم وبمعبر